أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فما زال حديثنا عن القلوب وأقسامها وعللها وأدويتها وقلنا بأن القلب إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله لأن حركات الجوارح وأعمال الجوارح تابعة لحركة القلب وعمل القلب وإرادة القلب فإن كانت حركة القلب وإرادته لله جل وعلا وحده كانت حركة الجوارح وأعمال الجوارح لله جل وعلا وحده وإن كانت حركة القلب وإرادته وعمله لغير الله جل وعلا عبودية ومحبة ورجاء وتوكلا وخشية وإنابة وتفويضا إن كانت هذه الأعمال للقلب لغير الله جل وعلا كانت أعمال الجوارح وحركات الجوارح أيضا لغير الله جل وعلا فانبعثت الجوارح بمعصية الله لأن القلب هو الملك والجوارح هي جنوده ورعاياه وإن صح وصلح الملك صح وصلحت الجنود والرعايا وإن فسد الملك فسدت الجنود والرعايا فهي تأتمر بأمره وتمتثل أوامره ونحن اليوم على موعد مع عمل تنبعث به الجوارح اذا خبث القلب وفسد القلب ومرض عمل يحبط الاعمال عمل يسبب المقت والغضب من الكبير المتعال انه داء العضال ومذلة اقدام العباد والعلماء الا ما رحم رب الارض والسماء إنه مرض خاف النبي صلى الله عليه وسلم منه على أمته أكثر من خوفه عليهم من فتنة المسيح الدجال نعم أيها الأحباب كما ورد في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام ابن ماجة في سننه وحسن الحديث شيخنا الألباني في صحيح الترغيب والترهيب من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال قالوا بلى يا رسول الله قال الشرك الخفي قالوا وما الشرك الخفي يا رسول الله قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل اليه يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل اليه تأتي للصلاة في سطور وكأنك قد دعيت الى البناء وإن أديتها جاءت بنقص لما قد كان منك من شرك الرياء
وإن تخلو عن الإشراك فيها تدبر للأمور بالارتقاء. ويا ليت التدبر في مباح ولكن في المشقة والشقاء. وإن كنت المصلي يوما بين خلقي أطلت ركوعها بالانحناء وتعشي الخوف تأخير لشغل وكأن الشغل أولى من لقاه. أيا عبد وإن كنت المجالس يوما أنسى قطعت الوقت من غير اكتفاء. ألا عبد لا يساوي الله معك أنسى تناجيه بحب أو صفاء. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. هذا هو الشرك الخفي أيها الأحباب. ويوضح ذلك أيضا حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه الذي رواه أحمد في مسنده والإمام ابن حبان في صحيحه والإمام البغوي في شرح السنة وهو حديث صحيح الإسناد على شرط الإمام مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. إننا اليوم على موعد مع هذا المرض العضال مع نزلة أقدام العباد والعلماء إلا من رحم الكبير المتعال. إننا اليوم على موعد مع هذا المرض الذي يحبط العمل وهو سبب من أسباب المقت والغضب من الله جل وعلا. وكم من إنسان قد زل في هذا الباب وهو لا يدري. فكم زل في هذا الباب أقدام وتنظلت في هذا الباب أفهام. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونظرا لطول الموضوع وخطورته أيها الأحبة فسوف أركز الحديث مع حضراتكم في هذا الموضوع في أربعة عناصر. أولا الرياء لغة وشرعا. ثانيا الرياء محبط للأعمال والأدلة على ذلك. ثالثا أقسام العمل مع الرياء. رابعا ما هو السبيل إلى العلاج. فأعيروني القلوب والأبناء أيها الأحبة وأسأل الله جل وعلا بداية أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن وأن يطهر قلوبنا وجوارحنا وأعمالنا من الرياء صغيره وكبيره غليظه ودقيقه. إنه ولي ذلك ومولاه وهو على كل شيء قدير. الرياء لغة وشرعا. أما تعريف الرياء لغة فهو مشتق من الرؤية. الرياء مشتق من الرؤية. يقول الفيروز أبادي راء مراءة ورياء أن يري غيره خلاف ما هو عليه. أن يري غيره خلاف ما هو عليه. وحقيقة الرياء شرعا لا تختلف كثيرا عن معناه اللغوي. فالرياء شرعا هو إظهار العبادة بقصد رؤية الناس لها فيحمل الناس صاحبها. إظهار العبادة بقصد رؤية الناس لها يظهر العبادة لا يبتغي بها وجه الله وإنما يبتغي بها الثناء والمحمدة عند الناس. بل ربما إذا حان وقت الصلاة وهو في الخلوة لا يصلي إذا رأى أعين الناس تنظر إليه قام إلى الصلاة. بل ومن الناس من يغلب الرياء منه والعياذ بالله إذا كان مع كبير من الكبراء أو مع حاكم من الحكام أو مع أمير من الأمراء. ودخل هذا الرجل يتصور عدسات التلفاز أنه يصلي. ودخل هذا الرجل المسجد مع هذا المسؤول الكبير ربما دخل الصلاة بغير وضوء والعياذ بالله. لماذا؟ لأن الإعلام يريد أن يظهر جزئية معينة للسذج البلعاء. فيدخل هذا المسؤول ليصلي ربما بغير وضوء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
فالرياء شرعا هو اظهار العبادة بقصد رؤية الناس لها ليحمد الناس صاحبها على ذلك لينال جاها او لينال مكانة في قلوب الخلق. واظن ان عقولكم ستذهب الان بمنتهى السرعة الى هؤلاء الذين يرشحون انفسهم لمجالس النواب او لمجالس الشعوب او لغيرها من هذه المجالس التي لا شرعية فيها، وفي هذه الاسماء اي في اسماء جولاتهم الانتخابية يتصنعون بما ليس فيهم ويظهرون من الطاعات والعبادات ما هم بعيدين عنها كل البعد، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هذا الرياء يحبط العمل، وهذا هو العنصر الثاني. اذا ابتغى العبد بعمله وجه الناس والثناء عند الناس والجاه في قلوبهم والمحمدة على ألسنتهم ولم يبتغي بعمله وجه الله جل وعلا فعمله حابط ومردود على رأسه، لأن الله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا، والخالص هو ما ابتغي به وجه الله، والصواب هو ما كان موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. ولقول الله جل وعلا: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ولقول الله جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فالرياء يحبط العمل ايها الاحباب، والاعمال يتوقف صلاحها وفسادها وقبولها وردها على نية فاعلها وصاحبها. فان كانت نية العبد صالحة لله قبل عمله ولو كان في اعين الناس حقيرة فهو عند الله عظيم. وكم من الاعمال في اعين الناس ينظر الناس اليها على انها عظيمة وعلى انها جليلة وعلى انها كبيرة، وهي عند الله حقيرة لا تزن عند الله جناح تعوبة، لان صاحبها ما ابتغى بها وجه الله وانما ابتغى بها الثناء والمحمدة عند الناس. والله جل وعلا يعلم السر واخفى، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالاعمال يتوقف قبولها على صلاح النية، فإن ابتغيت بعملك الله جل وعلا قبل عملك ولو كان في أعين الناس حقيرا، ولو ابتغيت غير الله جل وعلا رد عملك على رأسك ولو كان في أعين الناس عظيما. ولذلك ورد في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يغزو يجاهد، أرأيت الرجل يغزو يلتمس الذكرى ليقال فلان، والرجل يقاتل يلتمس المغنم الغنيمة، والرجل يقاتل يلتمس الأجر، الرجل يقاتل يلتمس المغنم، والرجل يقاتل يلتمس الذكرى، ورجل اخر يقاتل حلية وانفة، فما لهم او ايهم في سبيل الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام:
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وفي رواية النسائي وابن ماجه والحديث حسنه الحافظ العراقي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله أرأيت رجلا غدا يلتمس الأجر والذكر، يريد الأجر من الله جل وعلا وفي نفس الوقت يريد أن يذكر بين الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء له لا شيء له. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا وما ابتغي به وجهه جل جلاله. إن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا وما ابتغي به وجه الله جل جلاله. وفي الحديث الذي يخلع القلب ويعكر صفو الحياة الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه، انتبهوا أيها الأحبة، إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد مات في ميدان الشرف والرجولة والبطولة، رجل استشهد فأدي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت بيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهد، قال كذبت ولكنك قاتلت ليقال هو شريء، لقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. لا إله إلا الله، رجل بذل نفسه في ميدان القتال ولكنه ما ابتغى بعمله وجه الكبير المتعال، والله جل وعلا يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إن كنت تستطيع أن تخدع الناس فلن تستطيع أن تخادع الله جل وعلا. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه، قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهد، قال كذب ولكنك قاتلت ليقال هو شريء، مقدام الشجاع البطل، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، عالم ملأ الدنيا علما وملأ الدنيا فتاوى، عالم أشير إليه بالبدان والتف الناس حوله، إلا أنه ما فعل ذلك إلا ليحصل كرسيا زائلا وليحصل منصبا ثانيا وإلا ليكون قريبا من السلطان. ما ابتغى بعلمه وجه الرحيم الرحمن، والله يعلم منه السر وأخفى. وفي حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه الذي رواه البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال يأتى بالرجل يوم القيامة فتنزلق أقدام بطنه في النار فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار ويقولون يا فلان ما لك، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل هذا ما عرفت
اخذت في الدنيا ما كنت تريد. وقد قيل ثم امر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. عالم وقارئ للقرآن لم يتقي بعمله وجه الرحيم الرحمن، يسحب على وجهه ليلقى في النيران. نسأل الله السلامة والعافية، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن برحمته وهو أرحم الراحمين. أما الرجل الثالث أيها الأحباب، رجل أعطاه الله من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت سبيلا من أوجه الخير تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت، ولكنك أنفقت ليقال هو جواد، ليقال المحسن الكبير، ليقال هو جواد. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. أسمعت أيها الحبيب؟ أسمعت إلى خطورة الرياء؟ رجل مات في ميدان القتال يسحب على وجهه في النار، رجل ملأ الدنيا علما يسحب على وجهه في النار، رجل قرأ القرآن بالليل والنهار يسحب على وجهه في النار، رجل أنفق في سبيل الخير في كل الأبواب يسحب على وجهه في النار. نعم، لماذا؟ لأنهم لم يبتغوا بأعمالهم وجه العزيز الغفار، وإنما ابتغى كل واحد منهم مأربا شخصيا وغاية شخصية، فلما حصل عليها في الدنيا لا جزاء ولا نصيب له عند الله جل وعلا في الآخرة. فالرياء أيها الأحباب محبط للعمل، لأن الله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا وإلا ما ابتغي به وجهه جل جلاله. ثالثا، أقسام العمل مع الرياء. اعلموا أيها الأحبة أن العمل تارة يكون محضا كله رياء كله رياء، تارة يكون العمل رياء محضا. فإن كان الرياء بأصل الدين، أي أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فهذا أغلب أبواب الرياء وصاحبه مخلد في النار. إذا أظهر الإسلام وأبطن الكفر فهذا أغلب أبواب الرياء صاحبه مخلد في النار، لقول الله جل وعلا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. والله جل وعلا يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولقول الله جل وعلا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. فأغلب أبواب الرياء أن يكون العمل رياء محضا بأصل الدين، فإذا رأى بأصل الدين فأظهر الإسلام وأبطل الكفر فهو مخلد في النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما إن كان الرياء بعبادة من العبادات أو بطاعة من الطاعات ومعه أصل الدين، رجل مؤمن يشهد الله جل وعلا ولا يسجد إلا لله ولا يوجه العبادة إلا لله، إلا أنه جل في عبادة من عباداته وطاعة من طاعاته فرأى بها الناس والمخلوقين، فبإجماع بأن هذه العبادة وبأن هذه الطاعة وبأن هذا العمل حابط ومردود على رأسه لا قبول له عند الله جل وعلا لما أسلفته من المقدمات ومن الأدلة. أما إن كان الرياء وتارة يكون العمل يشاركه الرياء، فإن شارك الرياء العمل من بدايته أي من الأصل أي من النية
وايضا الادية الصحيحة الصريحة تقول باحباط هذا العمل وبعدم قبوله عند الله جل وعلا. بمعنى لو ان رجلا خرج ليصلي وما خرج اصلا للصلاة الا مراءة للمخلوقين والا ليرائي به ليرائي بها الناس، فالرياء شريك مع النية، الرياء شريك مع نية العمل، فهذا العمل كله من اوله الى اخره عمل حادث ومردود على رأس صاحبه. واشتكي بدليل واحد على ذلك في الحديث الذي رواه مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: انا اغنى الاغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا اشرك فيه معي غيره تركته وشركه. انا اغنى الاغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي رواية ابن ماجه: فمن عمل عملا اشرك فيه معي غيري فانا منه بريء وهو للذي اشرك. فانا منه بريء وهو للذي اشرك. وتارة يكون العمل لله جل وعلا، اتى للصلاة لله يبتغي بها وجه الله، ولكنه وهو في اثناء الصلاة طرأ عليه طارئ الرياء، طرأ عليه طارئ الرياء. اختلف العلماء في هذه الحالة هل يحبط العمل كله ام لا، ولكن الراجح كما رجحه الامام احمد والامام الطبري انه اذا كان اصل النية لله جل وعلا، واذا كان اصل العمل لله جل وعلا وطرأ عليه طارئ الرياء ان دفعه فلا يضره هذا الطارئ بلا خلاف. اما ان استرسل معه دافع الرياء واسترسل معه الرياء في العمل، قال الامام احمد والامام الطبري، فان عمله لا يحفظ ولا يرد الله عمله، وانما يجازى على اصل نيته الاولى، وهذا من رحمة الله جل وعلا، يجازى على اصل نيته. اما القسم الرابع هو ان يكون العمل خالصا لله جل وعلا وحده، لا تجوبه شائبة من شوائب الرياء ولا من شوائب النفاق، ويلقي الله للعبد الحسن في قلوب الخلق وفي قلوب الناس ويجري ألسنتهم بالثناء عليه، فيفرح العبد بذلك ويستبشر العبد بذلك، فهذا لا يضره بإجماع، وليس هذا من أبواب الرياء. والدليل على ذلك ما رواه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يعمل العمل من أعمال الخير فيحمده الناس عليه، رجل يعمل العمل من أعمال الخير فهو يبتغي وجه الله جل وعلا، مخلص لله في عمله، فيحمده الناس على هذا العمل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال ابن عباس: أي محبة في قلوب الخلق. ويؤكد ذلك أيضا حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري ومسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل وقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يرفع له القبول في الأرض. وفي الحديث الذي رواه المزدار وصححه شيخنا الألباني في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد إلا وله ضيق في السماء. اسمعوا إلى هذا الحديث أيها الأحباب: ما من عبد إلا وله ضيق في السماء، فإن كان صيته حسنا وضع في الأرض، وإن كان صيته في السماء سيئا وضع في الأرض.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وأود أن أنبه إلى أمر وهو أن حسن الثياب وحسن النعل وحسن المظهر ليس من الرياء، والدليل على ذلك ما رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود، ما رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. ليس هذا من الكبر، وإنما الكبر بطر الحق وغمط الناس. هذه هي أحكام العدل أيها الأحباب مع الرياء بإيجاز شديد، لأني أرى الإخوة يقفون بالخارج بالشمس الحارقة، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، وأن يحمينا وإياكم، وأن يقينا شر الرياء والنفاق، إنه ولي ذلك مولاه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأخيرا أيها الأحباب، ما هو السبيل إلى علاج الرياء وإلى قلع جذوره من الفلك؟ ألخص لكم ذلك في نقاط عملية. فأقول: أولا، لا بد لعلاج الرياء من علاج علمي ومن علاج عملي. أما العلاج العلمي هو أن يعلم المرائي عاقبة الرياء في الدنيا والآخرة. فإذا علم المرائي أن عاقبة الرياء في الآخرة إحباط العمل، وأن عمله مرفوض ولا وزن له في ميزانه عند الله جل وعلا. وأما عاقبة الرياء في الدنيا أن يظهر الله جل وعلا للناس سريرته. فمن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الله عليه الناس. وقال أحد السلف: فليحذر أحدكم أن تمسكه قلوب الناس وهو لا يدري. قيل: كيف ذلك؟ قال: إذا ما كان مع الناس أظهر الطاعة، وإذا ما خلا بينه وبين ربه بارز الله بالمعصية. لا بد وحتما أن يفضحه الله جل وعلا، وأن يظهر الله سريرته. وإظهار بطل القصد أمر ثابت شرعا وقدرا. والدليل على ذلك ما رواه البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. نقل الحافظ ابن حجر قول الإمام الخطابي أن معناه أن من عمل عملا ليس خالصا لله جل وعلا، لا بد وحتما أن يظهر الله للناس سره، وأن يظهر للناس سره ويجعلها علانية، ويجعل سره علانية. وسبحان الله العظيم، نرى الواقع يؤكد ذلك أيضا. فكم من الناس نسمعهم بآذاننا يقولون: إن فلانا هذا مرائي، وإن فلانا هذا منافق. سبحان الله، لأن الله جل وعلا قد أظهر سره وجعله علانية، وجعل الله البغض له في قلوب الخلق وفي قلوب العباد. واعلم أيها الإنسان، لأن ذم الناس لك لا يبعدك من الله إن كنت قريبا من الله، وحمد الناس لك لا يقربك من الله إن كنت بعيدا عن الله. والناس لا يملكون لك ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نفورا، ولا يسمعون عنك رزقا، ولا يقربون لك أجلا. فلما ترائي الناس وتخادع الله جل وعلا؟ أتخشى الناس؟ والله أحب أن تخشاه. استحي من الناس ولا تستحي من الله الذي يراك حين تقوم ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
فمن علم ان الناس لا يملكون له ضرا ولا نفعا ابتغى بعمله وجه الله، لانه ينبغي ان نعلم ان ارضاء الناس غاية لا تدرك. فاذا علم المرائي الذي شتت قلبه وشتت عقله وشتت شهده لارضاء الناس هنا وهناك، اذا علم ان ارضاء الناس غاية لا تدرك كف عن الرياء وكف عن مراءاة المخلوقين. ولو ارضى احد كل الناس لارضى الناس سيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم، بل ان من عائلته واسرته من عاداه ومن شبه ومن قال له كذاب، من مشى خلفه ليكون كاذب من اسرته ومن اهله. فارضاء الناس غايه لا تدرك. فاعلم ايها الانسان وايها المسلم وايتها المسلمة بان ذم الناس لا يبعدك عن الله ان كنت قريبا منه، وبان حمد الناس لا يبعدك عن الله ان كنت قريبا من الله جل وعلا. وذم الناس وحمد الناس وكلام الناس لا يدفع عنك رزقا ولا يقرب لك اجلا ولا يملك الناس لك ضرا ولا نفعا، لانهم لا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا فضلا عن غيرهم. الامر الثاني اللجوء الى الله جل وعلا في طلب الاخلاص بالعمل، القول والعمل والسر والعلن. فسروا الى الله، اني لكم منه نذير مبين، ولنا في خليل الله الاسوة والفطرة. ابراهيم الخليل يتضرع الى الله جل وعلا ان يجنبه وبنيه الشرك الاكبر، فيقول وبذنبي وبني ان نعبد الاصنام. فاذا كان الخليل يتضرع الى الله جل جلاله ان يجنبه النار الشرك الاكبر، فينبغي ان نتضرع الى الله جل جلاله ان يجنبنا الله الشرك الاكبر والاصغر. ثالثا علاج عملي. اما العلاج العملي في كلمة واحدة فاقول لا علاج للرياء افضل من الاخفاء. اخفاء الطاعات، اخفاء العبادات، حتى يتدرب القلب على مراقبة الله وحده لا على مراقبة الله. لا علاج للرياء انفع من الاخفاء. ان تخفي طاعتك عن اعين الناس وان تكون طاعتك لله جل وعلا، هذا ان كانت الطاعة مما لم يأتي الشارع بوجود الجهر بها. وقد تفصل القول في ذلك اعظم تفصيل الامام العز بن عبد السلام في كتابه القيم قواعد الاحداث. اذا كان العمل شرعه الله جل وعلا يؤدى شهرا كخطبه الجمعه كالامر بالمعروف كالنهي عن المنكر كالصلاه كالاذان، فهذا لا يمكن ان يؤدى سره ولا يمكن ان يخفى، وانما لا بد ان يؤدى شهرا مع مجاهده النفس والقلب ليكون العمل خالصا لله جل وعلا. اما النوافل، اما الصدقات، اما سائر الطاعات التي لم يحدد الشرع شهرا بها، فينبغي ان تضرب نفسك بينك وبين الله جل وعلا عليها، ليتقوى القلب على الاخلاص ولينشط القلب على مراقبة الله لا على مراقبة الناس. واسأل الله جل وعلا باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يرزقنا واياكم الاخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل والسر والعلم. اللهم طهر قلوبنا وجوارحنا واعمالنا من الرياء. اللهم ارزقنا لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم ارزقنا الاخلاص في اقوالنا واعمالنا وارزقنا الصدق في احوالنا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لاحد منا ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا دينا الا اديته، ولا هما الا فرجته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عاصيا الا هديته، ولا طائعا الا ثبتته، ولا حاجة هي لك بما ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا.